جزاك الله خير. أيضا أخونا نزار قال في حديث في أو في الدعاء للميت في بدايته قال اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لماذا فرق بين الإسلام والإيمان؟ لأن الذي ينفع في الدنيا هو الإسلام بحسمة الدم والمال، أحكام في الدنيا تجري على الظاهر، وأما في الآخرة فالحكم للباطن. وإذا قال وتوفى على الإيمان لأنه هو الذي ينفع، فمن توفي على الإيمان وهو استقامة الباطن فإنه ينفعه ذلك، بخلاف من توفي على الإسلام ظاهرا وقلبه منه خال. فهؤلاء هم المنافقون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لذلك كان المهم عند الموافاة هو ما في القلب. وقد تعرف في حال الموت يعجز الإنسان عن العمل فلا يبقى معه إلا أن يكون مؤمنا بالله عز وجل وما في قلبه من اليقين والتصديق.